صباح الخير يا أبي. صباحة جميلة في السعودية. أنا سعيدة بجيئتك إلي. وأنا أيضا يا أبي، ولكني سوف أذهب إلى الدمام عند صديقتي لأسبوع ثم أعود. الليلة سأقيم حفلة بمناسبة مجيئك إلي. شكرا يا أبي. إذا سوف أدعو صديقتي السعودية، لقد اشتقت إليها. سعودية حصلا، ادعي من أردتك. شكرا جزيلا. أهلا يا بلاتي. حسنا حسنا، سوف أحضر بإذن الله. إلى اللقاء. أركد فديتك يا اللغة العربية، من تكلمين؟ أشعب؟ لا، هذه صاحبتي أيام ما كنت في البعثة، جات على السعودية وعزمتني. صاحبات عزمات؟ وش اسمها؟ وش ترجع؟ وش وضعهم؟ هي أصلا من المكسيك، مكسيكية يعني. أفا مكسيكية، يعني أكيد وضع مختلط، معصي ما في روحة. ليش شايفتني سبك؟ خروف أنا عندس خروف. طب مو أنا جيت قلت لك عشان أباك تروح معايا. إيه روح معس، الله ما بشينا. أجل خلاص موافق، بس بشرط. أبشر، موافقة على كل شروطك. At least we can get together when you come back. Yeah, for sure, we will do. All right, that's good. تعال هنا، فين رايح؟ متأكدة إنه هذا حفل خويتس؟ إيوه هو ده، أنا متأكدة من العنوان. طيب هذا حفلهم أبد. طب هم أجانب عادي يعني؟ إيه. أهي شوفه. أي واحدة فيهم؟ الشقرة. كلهم شقر. أمشي بس بلا كتر كلام، أمشي قدامي. ليندا، أنا صديقتك مشاعل. ايه انتي لا تقزن. اشتقت اليك جدا جدا. انا اشتقت اليك. وانا ايضا. اين كنتي؟ اين كنتي؟ اهلا اهلا وسهلا. بابا هذه صديقتي مشاعل من ايام الدراسه في امريكا. هاي. هاي. وهاي بعد خير ان شاء الله يا ابو شنب، ما حد مالي عينك.